ده صحيح. في إطار الحملة الوطنية للتجديد وبمناسبة 22 فيفري ارتأت محافظة الغابات تصدير برنامج للتجديد بمنطقة جبل المنشار بمدينة خنشلة، حيث أن في هذه الحملة التطوعية قد شاركت الكشافة الإسلامية وكذلك بعض الجمعيات ذات الصلة بالبيئة والمجتمع المدني، زد على ذلك كل الأسلاك الأمنية للولاية، وسيتم غرس ما يقارب من 5000 شجيرة بهذه المنطقة